سبحان الله غيوم متناثرة، يعني شوية هني وشوية هني، يعني مثل الأفكار المبعثرة. يعني شوفوا اليوم سبحان الله، الله كل يوم يشكل كونه. يشكل كونه كيف يشاء. شوفوا شنو معناته أبو حيدر، قيوم متناثرة ومتماسكة وبعثرة. سبحان الله، إن في ذلك لعبرة. شوفوا 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 يا ناس، الموت والملكون، يوم غير متماسك، يوم كلمات متقاطعة، اليوم متفرق. الله ما يجعلنا متفرقين، ويجعل قلوبنا آمين في شهر رمضان، ليلة شهر رمضان المبارك 1444.